إذن مشاهدينا متابعين، نظم مركز أبو ظبي للغة العربية ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب حفل تقديم الطبعة العربية من كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق يلي أطلقه بسبتمبر عام 2013، وذلك لتعزيز التبادل والتعاون والابتكار بشتى المجالات بين الصين والدول الأوروبية والأسيوية. طبعا يأتي إطلاق الكتاب ليفتح نافذة جديدة للقراء العرب لاستكشاف آثار التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. مواكبة لهذا الحدث فيما يلي. عنوان الكتاب شي جين بينغ حول الطريق، حول مبادرة حزام والطريق، هذا هو يعتبر من أهم كتاب للرئيس الصيني شي جين بينغ بعد كتاب شي جين بينغ حول الحكم والإدارة. ويجمع هذا الكتاب سلسلة الكلمات أو المقالات لرئيس شي جين بينغ حول المبادرة الحزام والطريق التي تعتبر يعني من أهم المبادرات التي طرحها الرئيس شي جين بينغ في تعزيز التبادلات التجارية والثقافية والإنسانية لشعوب العالم.